كلك فلسطيني وعايش بالمخيم. اسمع يا ول، فلسطيني وعايش بالمخيم ومكتومي أنفاسي. أنفاسه. وخلاني الزمن للغير مكناسي. مكناسي. نسيت شكل الحنفية وشكل باب الدار وشو شكلت يطاسي. يطاسي. الله الله. الله يجازي اللي كان السبب وخلاني لهالشغلات متناسي. نفسي يوم اصحى الصبح ولاك السقف فوق راسي. خلصت انفاسي ونسيتها بعد، انا كاتبها بس نسيتها. الف شو بعد؟ خلصت انفاسي وقول لك فدي يوم احساسي. طرفس طرفس فشيش في شاي طرفس سلنكه. قول سلنكه. سلنكه زالي مطر هيك زلاي طربو سلنكه. لنكه. الله 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 الله. هو شاب يعني شو؟ هلا يعني شو؟ اسألني. اسألني. شو شعورك انت قبل السفر يعني ان شاء الله؟ والله شعوري طايح حظ. يعني معنوياتك يعني بقول لك المثل، بنصوم بنصوم وبنفطر على بصل. على بصل. الله الله. والبصل هي امريكية. امريكية. والصيام هي اللي 3 سنين اللي اكلته هون. زين. سبب رقم ابعدي. لو شاب في خدامية وشاب. والله ختامي بقول لك غريب غريب ديار، انا غريب ديار ما ديار. عندي املك ارض ولا عندي اسكن دار. الله الله الله. بطلب اعيش بهنا وابعد عن الاشرار. اشرهت عن هناك عرفت مين يعني. خلص. بطلب اعيش بهنا وابعد عن الاشرار. يا ريت ينفك اسرنا ونبقى العمر احرار. الله.